بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. باسم اللجنة الثقافية والعلمية بكلية الحقوق رئيسا وأعضاء وبدعم من عميد كليتنا الأستاذ الدكتور خالد جمال، يطيب لنا في هذه الأمسية المباركة أن نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، وأن نثمن حضوركم الكريم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فمن جامعة كبيرة في مغزاها ومعناها تعيش آمال محيطها وطموحاته وتكمل دورا مجتمعيا رائدا، تلكم هي جامعة العلوم التطبيقية، والتي تنعقد في رحابها هذه الندوة المتميزة موضوعا وضيوفا وحضور كريم. ندوة مملكة البحرين حضارة ورقي وبناء، برعاية كريمة من سعادة يعقوب المفتاح وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ومحاضرون أكارم يتجسد موضوع فعاليتنا مثالا حيا في نفوسهم: سعادة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل محمود أستاذ التفسير بجامعة البحرين، رئيس تجمع الوحدة الوطنية ورئيس الجمعية الإسلامية. سعادة الشيخ الدكتور راشد الهجري رئيس الأوقاف السنية بمملكة البحرين. الآن كلمة رئيس الجامعة يلقيها سعادة الدكتور محمد يوسف نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية وخدمة المجتمع، فليتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خصنا بدين الإسلام وميزنا بالتسامح والمحبة بين الأنام، وجعلنا على طريق الصالحين الكرام، وشرفنا بدين الوسطية والتوازن والسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد أكرم الناس خلقاً وتسامحاً وحباً ووئام، الذي قال لخصومه يوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، سعادة رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة المحترم، وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية الموقر، الضيوف الأكارم، السادة أعضاء الهيئة التدريسية الأفاضل، أبناءنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد اهتمت المؤسسات الوطنية والثقافية بحديث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، حول روح التسامح في مملكة البحرين الحبيبة، ومعاني المحبة والتعايش في مكونات شعبه المتعددة، والتي أعطته حضارية متميزة بين الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. وفي هذا التوجه السامي الكريم تحركت جامعتنا العلمية الرشيدة جامعة العلوم التطبيقية إلى إقامة هذه الفعالية الموسومة بروح التسامح في مملكة البحرين حضارة ورقي وبناء. وتشرفنا بدعوة العلماء الأجلاء والمفكرين الكبار للحديث عن روح التسامح في مملكتنا الغالية، وتأكيد الصورة الحضارية التي أشار إليها جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله، لتكون نبراسا لأبنائنا الطلبة في حياتهم ومستقبل أجيالهم. البحرين روح التسامح وعنوان المحبة ونور الإحسان. فمرحبا بضيوفنا الأكارم، وشكرا لمقدمكم الكريم، وجزاكم الله تعالى كل خير وبوركة الجهود المبذولة من أبناء جامعة العلوم التطبيقية، وبارك الله تعالى براعي هذه الندوة وهذا الحفل الكريم سعادة الشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحضور الكرام، سعادة رئيس مجلس الأمناء دكتور وهيب الخاجة، سعادة الدكتور نائب رئيس الجامعة، الفضلاء الأجلاء الكرام، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني التواجد معكم في هذا الحفل الكريم البهيج الذي يتضمن الوقوف على مضامين الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أيده الله تعالى ورعاه، حول التسامح والانفتاح والسلام والتعايش. وإذ يشرفني أن أكون بين هذه الكوكبة الفكرية من أصحاب الفضيلة والأساتذة الكرام بحرم الجامعة، جامعة العلوم التطبيقية، فإنني أقدر هذه الدعوة الكريمة لرعاية هذه الندوة المباركة التي نتوقف فيها عند ملامح ومعالم ومضامين الكلمة السامية لصاحب الجلالة عاهل البلاد حفظه الله تعالى ورعاه، والتي تبين ملامحها ويظهر مضمونها الأهداف السامية والغايات النبيلة التي تتجسد في السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. فلقد دعا جلالته حفظه الله وتنتصر فيه قوى الخير بالسلم والسلام ليحل الأمن والأمان والتسامح والاستقرار، وتقوى فيه العزائم المخلصة لدعم النهج الحضاري لمسيرة السلام من خلال حوار إنساني قائم على الاحترام المتبادل والاعتراف بالآخر لتحقيق عيش إنساني راق ومشترك تحيا فيه البشرية والإنسانية في كنف المودة والمحبة والتآلف والتعاون، بعيدا عن الصدام، بعيدا عن العداوات، بعيدا عن الأحقاد والكراهية والحروب. أيها الحضور الكرام، بكل الفخر والاعتزاز أشيد بالمبادرات السباقة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، حيث كان لجلالته السبق والريادة في الدعوة لحوار الحضارات بمنطقتنا، فعقد أول مؤتمر للحوار برعاية سامية كريمة من قبل جلالته في عام 2002، واستمرت مسيرة الخير بدعم جلالته حتى عقد مؤتمر حوار الحضارات في عام 2015، وكان قبله في عام 2003 وعام 2004 عقد مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية، كل ذلك من أجل التقريب فيما بين الناس وما بين الأطياف، ليتوج كل ذلك بمبادرة جلالته النوعية بإنشاء مركز الملك حمد لحوار الحضارات والتعايش والسلام. أيها الحضور الأجلاء، لم تكن كلمات جلالته وما صرح به حول الحضارات والانفتاح والتسامح والسلام لم تكن دعوة مجردة عن الواقع، بل كانت كلمات جلالته السامية هادفة وفاعلة، وقد صدق ذلك دعوة حقيقية بإطلاق وثيقة البحرين للحريات الدينية بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله، وكذلك بتدشين مركز الملك حمد لحوار الحضارات، والذي سيكون منارة في سماء حوار الحضارات والتعايش بسلام بما تضمنته أهدافه
ورؤيته ورسالته من معالم داعية للتسامح والتعارف والتعايش والاحترام المتبادل. وإذ أتوقف هنا أمام دعوة جلالته العصرية والحضارية الراقية وكلماته السامية حول السلام والانفتاح والتسامح والتعايش، فإنني أشيد بنهج قيادتنا وحكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، يسانده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما أؤكد على نهج قيادتنا الحكيمة بالدعوة إلى السلم والأمن والأمان والتسامح والتعارف والانفتاح الحضاري، هو نهج أصيل لشعبنا، شعب مملكة البحرين الذي عرف بهويته الإسلامية وبهويته الطيبة التسامحية هذا، وقيادته الوفي لأرضه ولقيادته وتاريخه وثقافته، ذلك الشعب الذي يتميز بالتنوع والتعددية والانفتاح منذ القديم وعاش بأطيافه أسرة واحدة لعصور طويلة حتى غدا مجتمع البحرين نموذجا يحتذى به للتسامح والتعايش ونبل الأخلاق والطيبة. أيها الحضور الكرام، وفي ظل الانفتاح والتنوع والتعددية رسم قائد مسيرتنا سياسة المملكة المنفتحة على العالم شرقه وغربه، وأكد جلالته من خلال دعوته السامية على ما يتمتع به مجتمعنا البحريني من تآلف وتماسك، وأن هذا المجتمع قادر بحول الله وقدرته وبالتفافه حول قيادته من أن يشارك بكل قوة وإيجابية في مسيرة السلام والتسامح والانفتاح على مستوى العالم، وهو في نفس الوقت يحافظ على هويته ويحافظ على انتمائه. ولقد أكد جلالته حفظه الله على أن السلام والتسامح هو الغاية التي يسعى إليها المجتمع الإنساني لتسعد وتسمو البشرية بآثاره القيمة الإيجابية. وإذ أشيد بهذه الرغبة السامية لجلالته، فإنني أؤكد على هذا النهج الإنساني، على أن هذا النهج الإنساني ليس بغريب على سمو أخلاق جلالته، وأن هذا النهج الذي اختطته يد جلالته للتعامل مع البشر بكل أطيافهم وفي كل بقعة من بقاع الأرض هو نهج إسلامي وخلق حضاري أصيل، اقتداء بسيد البشرية بسيد الأنبياء والمرسلين الذي نزل عليه قول الله تبارك وتعالى وهو وحي يوحى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وبهذا النهج تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع سائر البشر، فهو صلوات الله وسلامه عليه صاحب أول دستور مكتوب ينظم العلاقة مع المسلمين وغيرهم، العلاقة بين المسلمين أنفسهم ما بين المهاجرين والأنصار وما بين الأوس والخزرج وما بين المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم في مجتمع المدينة فيما عرف بصحيفة أو وثيقة المدينة، حيث جاءت بنود هذه الصحيفة لتضمن عيشا آمنا مشتركا ومستقرا بين جميع أطياف من يعيشون تحت ظل مجتمع المدينة المنورة. أتقدم بكل الشكر والتقدير للجامعة العلوم التطبيقية لإقامة هذه الندوة الحيوية الهامة وغيرها من الندوات والأنشطة الثقافية الرائدة، فقد تميزت هذه الجامعة بمثل هذا الطرح. وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة رئيس مجلس أمنائها، ولأيضا أكرر شكري
للأستاذ الدكتور غسان عوان ولنائب الرئيس الجامعة وللأستاذ الدكتور الأخ العزيز مراد الجنابي وللهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة وللطلبة الكرام بارك الله فيهم وللجنة المنظمة لهذه الندوة ولجميع الحضور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمنفعة مجتمعنا وأمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتفاءل بالأسماء، وهذا من خلق التسامح في حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأدعو الله تعالى أن يحفظ بلادنا مملكة البحرين وبلاد الحرمين الشريفين وسائر أوطان المسلمين، فأقول اللهم يا من بعثت سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وجعلت إبراهيم عليه الصلاة والسلام رسولا وخليلا، ألطف بنا بلطفك الخفي يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم وأسعدنا بسعادة الصالحين بخلق فريد ووهب عجيب، وحقق مرادنا ومراد الحاضرين، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اهتمت جامعتنا المباركة اهتماما عجيبا بتاريخ حضارة مملكة البحرين، وهذا الاهتمام يتضح من الحضور الكرام، وهذا الاهتمام يتضح بأن الجامعة قد وضعت من أسس بنائها الحضاري ترسيخ معالم المواطنة في تدريس مادة تاريخ حضارة البحرين باللغة العربية والإنجليزية، وتأسيس ذلك في معايير الجودة والاهتمام البالغ من قسم الدراسات العامة والكليات في هذه المؤسسة. ومنذ اليوم الأول لحديث جلالة الملك وهو جزء من مشروعه الإصلاحي العظيم، سارعت هذه الجامعة لاغتنام الفرصة، وهذا مصداق لقوله تبارك وتعالى وتنافسوا فإن المنافسة لمن يستطيع أن يأتي بالمبادرة، وها قد أتت هذه المبادرة باستقطاب أهل الفكر والعلم في مملكة البحرين الحبيبة، فحل الضيوف الأكارم ليبينوا لنا تاريخ التسامح في هذه المملكة، والحديث يكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل محمود حفظه الله وبارك الله لنا في عمره، ليحدثنا عن التسامح في هذه المملكة منذ أن وجدت إلى يومنا هذا، ويختار لنا ما يطيب له، إن ربنا ولي ذلك وهو ولي التوفيق ونعم المولى ونعم النصير. طيب الحاجة صاحب الفضيلة دكتور فريد يعقوب، إخواني زملائي الإدارة أعضاء الإدارة وأعضاء الهيئة العلمية، إخواني وأخواتي طلاب وطالبات هذه الجامعة، أحييكم جميعا فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما أتكلم عن صور التسامح، أول أريد أن ألقي نظرة على كلمة التسامح. التسامح تفاعل يعني بين طرفين، والأصل في التسامح هو أن مثلا حصل شخص خطأ فيسامح، الأصل في الكلمة، ولكن ليس هذا تعالى عندما يتكلم عن التسامح هذه المحاضرة وهي صور التسامح.
وإنما المقصود منها هو شيء أعلى من هذا، وهو أن كيف يكون المجتمع يتعايش على اختلاف أديانهم وطوائفهم ومذاهبهم من غير أن يحمل أحدهم على الآخر حقدا أو حسدا أو يعمل على النكاية بالآخرين. هذا هو المعنى المطلوب من كلمة التسامح، وليس المقصود أن يكون هناك أخطاء تقع من هذا ضد الآخر ثم يتسامح عنها ويعفو، لا، قضية أكثر، نتكلم عن قيمة من قيم الإسلام. المعنى الذي قلته هو ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه للمسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فهنا السماح ليس معناه حسن المعاشرة، حسن المعاملة، وهذا هو المقصود من التسامح في عندما نتكلم فيه كقيمة من قيم هذا المجتمع الذي نعيش فيه. ويمكن أن يقابله التعايش بين مكونات المجتمع، فلا يوجد مجتمع واحد كلهم على شاكلة واحدة. سنة الله عز وجل أن يكون هناك اختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال ولذلك خلقهم، حتى قال بعض المفسرين لذلك أي للاختلاف خلقهم. لماذا؟ هل الاختلاف هدف أم هو وسيلة؟ ليس هدفا، وإنما هو وسيلة للوصول إلى ما هو أفضل، وهو إقامة الحضارة، إقامة المجتمع المتعاون المتصالح المتكاتف المتكامل من أجل مصلحة الجميع. فهذا ما الآن يسمونه أكثر بالتعايش، تتعايش المجتمعات. وأمثل للتعايش هذا بعناصر مختلفة لكنها في النهاية تعطي شيئا جميلا مفيدا للناظر وللاستخدام. قوموا على نسجها النساجون، هذه السجادة على أي شيء تشتمل؟ على خيوط، على شعر، ألوان، وغير ذلك من الأشياء المتفرقة. لكن النساج ماذا فعل؟ واستطاع أن يجمع بين هذه العناصر كلها لتكون بعد ذلك سجادة، سواء كانت هذه السجادة للاستعمال أو حتى للعرض. فالرؤية عرض. فأيضا هناك نوع من التكامل، فالتسامح مقصود به أن نتكامل جميعا، أنا يعني لدي رؤية من قديم أتكلم عن مملكة البحرين، هي يمكن أن تكون لأن هذا المجتمع مجتمع صغير، والمجتمع الصغير تستطيع أن تؤثر. هذه أول شيء. فمجتمع البحرين مجتمع حضاري قديم قبل ديلمون وقبل تايلوس وغيرها، هذه واحدة. وجاءته الحضارات، حضارة تايلوس، حضارة ديلمون، حضارة الرافدين وصلت إليه، حضارة البوذيين، لا ليس البوذيين، الهندوس وصلت إليه، اليهود وصلوا إليه، النصارى وصلوا إليه، الإسلام وضر بجرانه في هذه المنطقة، وتعايشوا فيما بينهم. البحرين
تتكون من عناصر حتى في مكوناتها الجينية من أفريقيا، من الجزيرة العربية، من بلاد الرافدين، من بلاد فارس، من بلاد الهند. كل هؤلاء ستجدهم في البحرين. لماذا؟ الخصيصة الثانية في البحرين وهي أنها كانت جزيرة وميناء في وسط الخليج يصل إليه الكل. فهذه الجزيرة كانت تصل إليها منتجات الحضارة العربية والفارسية والهندية والأفريقية والعراقية، لكن هذه المنتجات لا تأتي بضاعة وإنما تأتي مع حامليها، واستقروا على هذه الأرض على اختلاف مذاهبهم، أديانهم، طوائفهم، قبائلهم، عناصرهم، استقروا على هذه الأرض. حسنى والسماحة حتى أصبحت البحرين اليوم مثال يحتذى. الأمر الثالث، البحرين لم تزدها المشاكل إلا قوة. جلالة الملك كانت لديه رؤية واضحة منذ أن تولى الحكم في مشروعه الإصلاحي، وهذا المشروع الإصلاحي لم يستطع أن يصل إلى ما يريد لوجود مشاكل أخرى عطلت الحرم. وما حدث من أحداث في 2011 وما بعدها لم تزد البحرين إلا قوة، ولم تزد البحرين إلا حكمة، الحلم الذي كان على رأسه جلالة الملك. فبالحلم والصبر ومعالجة الأمور بحكمة استطعنا أن نخرج مما كان يخطط للبحرين من تمزق طائفي ومن قتل وتدمير، فعاننا الله عز وجل. كانت هذه الأزمة التي مررنا بها والفتنة التي مررنا بها كانت مدعاة أن نصل إلى ما هو أفضل مما كنا فيه. واليوم إذا كان جلالة الملك أعلن عن إنشاء مركز الحوار الحضاري وجعل البحرين مركزا له، هذا يدل على أننا هذا المركز حوار حضاري بين جميع الأديان، يؤكد الحقيقة الفاعلة وهي أننا نتعايش في هذا المجتمع من غير أن يسيء أحد إلى الآخر. وهذه هي القيمة التي فطرنا الله عز وجل عليها. التسامح بالنسبة لكثيرين من الناس خاصة جيلنا الحاضر يمكن لم يمارسها، لكن لما أنا أعود بالذاكرة إلى مدننا الأولى، المنامة، المحرق، الحد، الرطان، الحد ومحرق والمنامة، هذه كانت فيها يعني تشوف روح التسامح، سواء كان في وجود المعابد في عند يعني دكان لخالي، فكنا نجلس هناك حوالينا أثرياء أصحاب المكانة. هذا السيت نتكلم عن الخمسينات وبدايات، هذا السيت هندي هندوسي
يعبد البقر، ذلك أثرياء البحرين المتوسطين أين يضعون أموالهم عند هذا السؤال؟ يأتون إليه ويعطونه وأماناتهم، وعندما شاء الله تجوريش كبرى يفتح ويحاط كاتب عليه وحاطه داخل. صور واحد مسلم عنده مال وهو شقيق الروح، يعتمد عليه من؟ واحد هندوسي غير مسلم، وما أنكر يوما شيئا. ومثله كثيرون، بس أتكلم عن شيء شاهدته في نفس الدعوس هذه اللي كان دكان خالي موجود عنده، في نهايته معبد. معبد لمن؟ للهندوس، وفيه بقرة يعبدونها ويتبركون بها، وما أحد في المنامع اللي كان فيه السنة وفيه الشيعة وفيه أحد اعتدى عليهم مرة واحدة في حياتهم كله، أو هم اشتكوا أن أحد جرح مشاعرهم. ومثل ذلك كثير. فإذا مشيت في حوالي القلعة ستجد الكنيسة، وستجد المسجد، وستجد المأتم. هل أحد تعرض لهم في حياتهم، في صلواتهم، في تجمعاتهم؟ لا. البحرين والتي نشكر الله عز وجل بين الأجيال الجديدة، حتى يأمن كل إنسان على دينه ومذهبه وطائفته وعلى فكره وعلى حياته وأمواله وأعراضه. وهذه هي الغايات العظمى لهذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البحرين أول إقليم دخل الإسلام، وأول وفد وصل إلى النبي خير الأنام ومصباح الظلام عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام هم أهل البحرين، وأول هدية وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين، وظهر السرور على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، ودعا لهم بدعوته الخالدة. ديننا دين الشمول والعموم والتجدد، دين يعتمد على الوحي الإلهي مصدرا وأصولا. فنحن لا نعرف الوهمة، ولا نعرف الخلط ولا الجهل، ولا نعرف الزيغ والهوى، إنما أخذ هذا الدين من النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بالوحي الجلي من كتاب وسنة. لذلك نتميز عن سائر القوانين السماوية والوضعية بكثرة المصادر، بكثرة مصادرنا والتي تعتمد على الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. وعلماؤنا أولى بأن يدلوا بدلوهم فيأتونا بالتأصيل الشرعي لمعنى التسامح في شريعتنا الإسلامية الغراء، ومع فضيلة الشيخ الدكتور راشد الهاجري رئيس الأوقاف السنية في مملكة البحرين، ليبين لنا وجوها من التأصيل الشرعي فتح الله له وبارك الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء أقدر لكم هذه المبادرة وأخبركم عن سعادتي البالغة في تواجدي في هذا الصرح الأكاديمي مع نخبة من الأخوة الكرام والأخوات الفاضلات في هذا الملتقى
الذي نتحدث فيه عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام. وأستأذنكم في صوتي وصوت الشيخ عبد اللطيف يختلف عن صوت الدكتور مراد. نتحدث عن خلق التسامح في الإسلام، عن الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لخلقه، الإسلام الذي من أخذ به حصل سعادة الدارين. حينما أتحدث عن الإسلام فإني أتحدث عن الإسلام بمفهومه الشامل، إسلام نوح عليه السلام الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه: وأمرت أن أكون من المسلمين. وأتحدث عن إسلام إبراهيم ويعقوب عليهما السلام الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنهما: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأتحدث عن إسلام يوسف عليه السلام الذي دعا كما أخبر الحق سبحانه وتعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأتحدث عن إسلام موسى عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأتحدث عن إسلام عيسى عليه السلام الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وأتحدث عن إسلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتحدث عن الإسلام وهو دين الفطرة التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال ذلك الدين القيم وهو الذي فطر. حديث ابن عباس: يا رسول الله، أي الأديان أحب إلى الله؟ أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. الحنيفية أي المائلة عن كل شرك واعتقاد باطل، وسمحة أي مائلة عن كل خلق رديء وباطل. أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. حديثنا عن التسامح اليوم إخواني الكرام ليس حديث مجرد يقصد به دغدغة المشاعر وتكثير سواد المؤيدين للإسلام. الحديث عن التسامح ليس حديث عن المثالية، وإنما عن تطبيق عملي واقعي. حينما تتحدث عن خلق التسامح فإنك تتحدث عن خلق الكبار الذي يحتاج إلى قوة وعزيمة وانتصار وشموخ في وجه طغيان النفس وتمردها وعنادها وتصلبها. حينما أتحدث عن التسامح فإني أتحدث عن التسامح الذي تحدث عنه الوحي، قرآن يتلى وسنة صحيحة تروى وسيرة عطرة تتبع. حينما نتحدث عن التسامح فإننا نتحدث وبين أعيننا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يقول فيه: اسمح يسمح لك. أنظرت إلى هذه العبارة العجيبة؟ اسمح يسمح لك. كما أن للشيخ رؤية في هذا الموضوع، فلي ولكم رؤية في هذا الموضوع.
وأنا على يقين أنكم تتفقون معي في هذه الرؤية. لا يمكن أن نكون متسامحين مع الأغرار البعداء ونحن نفشل في التسامح مع أنفسنا ومع الأقارب. هذه الرؤية الصحيحة إذا لم أكن متسامح مع نفسي أولا ومتسامح مع محيطي. اليوم كلما تكلمنا عن التسامح تكلمنا عن تسامح الأديان، ونحن نجد فشلا ذريعا أحيانا في تسامحنا مع أنفسنا مع اختلاف توجهاتنا ورؤانا. إذا لم ننجح في خلق التسامح مع بعضنا البعض، واسمحوا لي أن أستذكر معكم خمس جوانب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو أقل، وأنا أذكرها ليس من باب إثراء الجانب العلمي عندي وعندكم، لكن أتكلم حتى تكون واقع منهج لنا. النموذج الأول، نبينا صلى الله عليه وسلم كان متسامح في بيته، والذي لا ينجح في خلق التسامح في بيته لا يمكن أن يتسامح مع الآخرين. كان متسامح إلى أبعد حد في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان يقول في حديث كثير خياركم لنسائهم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، خياركم لنسائهم. فالذي يفشل في التسامح مع أهل بيته لا شك أنه لن ينجح في خلق التسامح مع الآخرين. لما ننظر كيف هو كان يقول خياركم لنسائهم، نريد أن نراه على أرض الواقع ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام. اسمعوا ماذا يفعل بيته. يحدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر ثم يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس، قال ثم يدخل على نسائه امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن. من يفعل هذا إلا المتسامح؟ سلام ودعوة على كل نسائه في أول يومه. إذا لم يكن أحدنا متسامح مع أهل بيته لا يمكن أن يتسامح مع الآخرين. ينقل لنا أنس نموذج آخر من تسامحه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وهو يرى هذا المشهد. أنس صغير في السن ويرى هذا المشهد، تأتي صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين لتركب على البعير، فيأتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعظمته وجاهه ويجلس عند البعير، وهذا الحديث في صحيح البخاري، ويضع ركبته الشريفة، فتأتي صفية رضي الله تعالى عنها فتضع رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصعد على البعير. إذا لم يكن هذا متسامح مع أهل بيته لن يتسامح مع الآخرين، سيكون متصلب حاد الطبع مع الآخرين. كان متسامح في بيته مع أولاده. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصف فاطمة رضي الله تعالى عنها، تقول ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله تعالى عنها. كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، متسامح إلى هذا الحد. كان متسامح مع أولاده مع أحفاده. وأنا أذكر وأنا أعد لهذه الكلمة وأشاهد بالأمس فيديو منتشر حديثا عظيما، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، كبر، بدأت الصلاة، سجد النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن يدخل من المسجد كان دخل وقد كان حاملا للحسن أو للحسين رضي الله تعالى عنهما، دخل المسجد وهو يحمل الحسن أو الحسين. لما أراد أن يصلي وضعه جانبا. قال الراوي شداد بن الهاد لما سجد النبي عليه الصلاة والسلام طول في سجوده
سجوده، طول في سجوده. قال شداد: فرفعت رأسي أنظر فإذا هو ساجد، فهو صلى الله عليه وسلم ساجد، والحسن أو الحسين على ظهره يلعب عليه الصلاة والسلام. قال: فلما انتهت الصلاة وسلم، قال الصحابة: خشينا عليك يا رسول الله أن يكون أصابك مكروها، أو أن يكون قد أوحي إليك. اسمعوا ماذا قال، اسمعوا لهذا المتسامح الكبير صلى الله عليه وسلم. قال: لم يكن شيئا من ذلك، وهو ما صادني شيء ولا وحي، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، حاجة اللعب التي كانت عنده. متسامح صلى الله عليه وسلم، كان متسامحا في صورة ثانية مع جميع طبقات المجتمع باختلاف أديانه. يقول الراوي وهو أنس رضي الله تعالى عنه: كان غلام، أرجوكم تدبروا هذه العبارات، ما جاءت هكذا. قال: كان غلام، يعني صغير يهودي ديانة مختلفة، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خادم. قال: فمرض الغلام، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، وقال له الحديث: أسلم. فنظر الصبي إلى والده، قال: أبا أبا القاسم، فأسلم. لما قرأت هذا الحديث قلت: سبحان الله، أي تسامح عند هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان بإمكانه أن يستغل حاجة هذا الغلام الصغير الضعيف وهو خادم، أن يقول له أسلمه في البيت عنده ويؤثر عليه، ولكنه ما قال. انظر إلى هذا التواضع والتسامح الذي يجعله يخرج من بيته ويوقف عجلة عمله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى هذا الغلام الصغير خادم يهودي ويعود في بيته. إنه خلق التسامح، خلق التسامح نراه في نموذج ثالث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسامح مع جارك، والله لن ننجح بالتسامح مع الآخرين ونحن نفشل مع جيراننا، غير متسامحين مع الجيران. يضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم علاقة طردية بين حسن الخلق مع الجار والإيمان. يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كلها تصب في هذا الهدف وفي هذه الغاية وفي هذا الخلق، خلق التسامح. وأذكركم إخواني وأخواتي بحديث عظيم، كم مرة سمعنا هذا الحديث؟ أنا كمتكلم وكمن يقف الآن ويجلس على هذه المنصة، كم مرة سمعنا هذا الحديث؟ كم مرة أثر فينا كأن جانب تطبيقي عملي؟ يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بخبر يقال فيه: يا رسول الله، فلانة يذكرونها باسمها، فلانة يذكرونها باسمها، تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق وتفعل، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، غير متسامحة. قال: لا خير فيها، هي في النار، لا خير فيها، هي في النار. وين صلاتها، قيامها، صدقتها، إحسانها؟ قال: لا خير فيها. الدين الذي ما يفرض علي هذا الخلق المتسامح الرفيع من التسامح مع الآخرين، إذا لم ينعكس على أخلاق. قال: يا رسول الله، وفلانة لا تصوم إلا رمضان، ولا تصلي إلا المكتوبة، ولا تتصدق إلا بأثوار، أي بالإقض الشيء اليسير، لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة، صلى الله أن يجعلني إياكم من أهل الجنة. هذا نموذج ثالث، وكلها تصب في هذا الخلق العظيم. اسمعوا إلى هذا الخلق في تسامحه صلى الله عليه وسلم، ونحن نتربى على هذه الأخلاق، متسامح حتى مع المذنبين عليه الصلاة والسلام، مع صاحب الذنب، ولا أقول أي ذنب، حتى الذنوب الكبيرة. يؤتى صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، أي الخمر، وكرر هذه الفعلة، فيقول عليه الصلاة والسلام: اضربوه. فيقول الراوي: فمن ضارب بيده وبنعله وبثوبه، فلما قام قال له أحد القوم:
أخزاك الله. فانتفض صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقول هكذا، لا تعين الشيطان عليه. اثنين: ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. شوف هذا التسامح، هل ممكن أن ينزل هذا التسامح عندنا على أرض الواقع؟ هذا الذي نريده. ما أقيمت هذه الندوة والملتقى إلا لنكون هكذا متسامحين مع حتى مع المذنب. قال: لا تقول هكذا، تعين عليه الشيطان، ولكن قول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كان عليه الصلاة والسلام متسامح حتى مع من يؤذيه، مع خصومه عليه الصلاة والسلام. وأختم بهذا النموذج. يجلس عليه الصلاة والسلام وبجانبه أمنا الطاهرة الزكية عائشة رضي الله تعالى عنها، ويمر به اليهود يقولون: السلام عليك يا محمد، يعني الموت عليك يا محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وعليكم. نفس المتسامحة إلى أبعد حد، من فعل ما تهور. يقولون: السلام عليك يا محمد، يعني الموت عليك يا محمد، وهو يقول: وعليكم. غضبت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: السلام عليكم واللعنة. فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، إياك والعنف. الآن من العنيف؟ هؤلاء الذين يقولون السلام عليك محمد أو هي؟ قال: مهلا يا عائشة، إياك والعنف. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم. فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. لهذا أخواني أخواتي أساتذتي الفضلاء، أختم بهذه الكلمة: المتسامح هو أكثر الناس راحة في الدنيا. متسامح الذي يحمل قلبا متسامحا هو أكثر الناس راحة في الدنيا، كما ذكر الأخي في الفيلم الذي استمعنا إليه قصيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته، ليدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر الحب للإنسان أبغضه، كأنما قد حشى قلبي محباتي. هكذا ينبغي أن يعيش الإنسان متسامحا رائده في ذلك هذا الدين العظيم وهذا الوحي العظيم المبارك، رائده في ذلك هدي الكتاب والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما نقول ونسمع، وأستأذنكم وأعتذر منكم عن الإطالة. حياكم الله شيخنا، الله كرام الصالحين، وأنتم أهل الذوق وأهل الفكر، وبكم تعمر هذه الديار، والنخب قلة لكن آثارهم عظيمة. وإني أبشركم وأنا خادم في هذه المؤسسة الطيبة المباركة أن كل الذين رأيتهم في هذه المؤسسة من قيادة أو إداريين وأساتذة، كلهم هذا هو طريقهم ومنهجهم إلى التسامح وإلى الحلم والخلق الحسن، ونسأل الله أن يجعل ذلك منعكسا على أبنائنا وبناتنا. وأنا في الحرم المكي معتكف في ليالي شهر رمضان، وقبل غروب الشمس بربع ساعة تذكرت أن هذا الوقت الثمين ينبغي أن يقضى بالدعاء، ورفعت يدي هكذا وأنا أنظر إلى البيت الحرام، ليس بيني وبين إلا أمتار، وانشغلت بالدعاء للمسلمين والمسلمات ووالدي وشيوخي وأحبابي، وإذا برجل يقف أمامي أصبح وجهه بمستوى يدي وأنا أنظر الكعبة، وإذا به برجل قد أساء إلي في الحياة. جاء الحق به في تلك اللحظة، أنا أرفع يدي وأنظر إلى البيت الحرام، فصارت صورة الوجه بيني وبين البيت الحرام. فقلت: تاجر يا مراد، قلت: يا رب يا كريم، أنت تعلم أني من الذنوب ما لا يعلمه إلا أنت،
وإني أسامح هذا العبد الذي أساء إلي لوجهك، فسامحني في هذه الساعة إنك على ما تشاء قدير. نسأل الله تعالى في ختام هذه الندوة المباركة أن يمن على بلادنا وعلى سائر أوطان المسلمين، وأن ينفع بقادتنا، ويجعل من هذا النهج العلمي والنظري صورة تطبيقية عملية كما قال فضيلة الشيخ راشد وسيد الشيخ عبد اللطيف، أن يكون ذلك واقعا ملموسا في بلادنا، يحصد أبناء هذه الأمة ثمرات في المحبة والتسامح والخير وعبادة الله تبارك وتعالى. أشكر لحضراتكم هذه المشاركة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأشكر لمؤسستنا وأبنائنا هذا التفاعل وهذا الحضور. إن ربنا هو العزيز الغفور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. سعادة رأي الحفل الكريم، السادة الضيوف الأكارم، الحضور الكريم، التسامح من أعظم الصفات التي أمرنا الله بها سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فالتسامح هو العفو عند المقدرة والتجاوز عن أخطاء الآخرين والتماس الأعذار لهم والنظر إلى مزاياهم وحسناتهم بدلا من التركيز على عيوبهم وأخطائهم. فالحياة قصيرة تمضي دون توقف، فلا داعي للحقد والكره بداخلنا، بل علينا أن نملأ هذه الحياة حبا وتسامحا وأملا حتى نكون مطمئنين مرتاح البال، فمن عفا ساد ومن حلم عظما. بوركتم جميعا وشكر الله لكم وجزاكم خيرا، ونأمل في فعاليات قادمة بإذن الله. الآن موعد التكريم، يتفضل سعادة الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة رئيس مجلس الأمناء لتكريم السادة الأكارم.